يونس عصفور. اها هو اخوته هون. هو اخوته هون طبعا عطيه بيكون الكبير فيهم. وكل ما في كمان طابق تحتنا وفي كمان طابق فوقنا للاخوة. فاتوا على ثلاث طابقات، اخذوا زلام ونسوان اولادهم، واخذوا كمان اولاد اصغر من 18 سنة، اصغر من 15 سنة. عدد المعتقلين اللي من هذا البيت؟ عدد المعتقلين ما بعرف، بس تقريبا يمكن 10. في كم طفل اللي كثير حلو؟ قدرهم عمرهم؟ يعني صغير تحت 15 سنة؟ أكيد. أي اسمك أنت؟ الصف الرابع أو الخامس. اسمك الكامل؟ يا صلى الله محمد ونسخ صور. عمي عمر وحي عم عطي أبوي وولاد عمي. ومين ضل في الدار؟ بس إحنا. بس أنتوا الأولاد الصغار ضلتوا في الدار. النسوان أخذوا لهم. أخذوا النسوان وأخذوا السلام وكل شيء. كلهم. النسوان مين اللي أخذوهم؟ نعم. مين أمك؟ مين اللي أخذوهم؟ أمي وأبوي ومرت عم ربحي وعم ربحي وعم عطية. خمسة يعني أخذوا. أولاد عمي كلهم. كم واحد أولاد عمك؟ عم عطية، عمي ثابت ورغفر وباسل. يلا ان شاء الله. محمد مين محمد؟ عطيه. انت اعتقلوا ابوك؟ اه. شو اسمه ابوك؟ نظمي. شو عملوا؟ شو كيف اخذوه؟ هز يا ربطوه.